اليامات الاخرى غبرت بسبب ان انا كنت مريض بكورونا. انا دوزتها ودوزتها قاصحه، واخا كنتريني وكذا وروينا وكذا، ولكن راه واحد 3 ايام طيحتني. الحمد لله متبعين معايا صحابي الطباء ايمن بوبوح وبيد مدام حنان عاونوني صراحه. دابا انا قادر نخرج الحمد لله، الامور مزيان، قادر نخدم وكل شيء، ولكن الوقيته اللي دوزتها راه كتكون منكري، كتبقى منكري من صدرك الخلعه ديالك كتكرفسك. الناس اللي مراض بكورونا ما تشوفوش الاخبار ديال كورونا كاع، هادشي ما تبعونيش انا لك تا ندير الاخبار ديال كورونا، لانك كتبقى منكري. النفسانيه مهمه في هذه الحاله، مهمه بزاف. وهذا علاش خبرت هاد الايامات وما كان لا سبور لا والو، ما كاين لا ستوريات لا والو، لانه خصني نكون. ومازال ما مدى السبور هي السيمانه الجايه بشويه عليه، واخا بريت قال لي الطبيب صبار بشويه، ديماري بشويه بشويه، مدى السيمانه الجايه ان شاء الله. وانت مريح في الليل بوحدك، شقيقه شادك واحد الشقيقه خيالي ودارك ظهرك من هنايا وكتشرب داك الدواء ديال البروتوكول، وانت مريح بوحدك في واحد اللحظه تصمت، كيشدك واحد التنركيه ديال صدري، ناري صدري ما كيقدرش يتنفس، ناري ما كيقدرش يتنفس.